اهلا بكم يا شباب، احنا حاليا في دبي، جايين على دبي ماسل شو. شو صحتك؟ الله يسلمك. شلونك؟ كله موجود يافا وبشيري. دلوقتي معانا كابتن حيدر صاحب الشركة، وصف لنا ازاي بيعمل الشركة والمنتجات والكواليتي بتاع العالي. طبعا اول شيء راح اكلمكم على شركة لكجري. طبعا شركة لكجري من افضل البروتينات اللي بتصنع في البروتين الخام، المواد اللي صافية من مواد الحليب، البروتين الحليب هو البروتين الاحماض الامينية الخام، دائما يكون ما يصير في مشاكل في البطن، يعني لاكتوز يكون قليل فيه. من افضل المنتجات لازم تجربوها وتشوفون. كابتن حسن استعد بها البطوله كلها، صار سنتين استعد بها والحمد لله شفت مستوى حسن على تطور وعلى تطور ما شاء الله. ونتمنى من اخواننا في مصر وهذا يجربون هاي المنتجات، صناعتها في اسبانيا وفي بولندا حاليا. اهلا بكم يا شباب، احنا دلوقتي حاليا في الجيم بونوس جيم، جايين ناخد تمرين النهارده. انا بصراحه اول مره اخش الجيم هنا، بس الجيم شكله ممتاز. يلا بينا نبدا التمرين. صوركم شباب. Yeah.
كده يا شباب خلصنا تمرينة اليوم، كانت تمرين سريع كده، لعبنا 4 تمارين كتف، خلصنا تمرينة اليوم. Side chest.